السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بالجميع. هلو بيبول، السلام عليكم. دلوقتي بقى إيه، أنا طالع النهاردة أصبح عليكم وأقول لكم أحلى صباح على أجمل جمهور في الدنيا، أحلى صباح على جمهوري، جمهور نداء ربيع، أحلى صباح على الناس اللي عندي كلهم على القناة، أحلى صباح على الناس الموجودين. وهنلعب العاب جميله، هنلعب العاب بقى جميله جدا، العاب وكوميديا وترفيه وغنى وتمثيل وكل حاجه وتحديات ياهو. وهنلعب بقى ايه بقى العاب جميله ان شاء الله. اسمعوها بقى على القناه. انا طالع بس يا جماعه اقول لكم ايه كام حاجه كده على القناه. بس قبل ما نبدا في القناه، اللي لسه اول مره بيسمعنا دلوقتي يعمل اشتراك سبسكرايب ويعمل لايك جود. العلامه اللي هي ايه العلامه دي يا جماعه؟ دي اهي، عشان نوصل لاكبر عدد من الناس ومن المستهدفين. حبايبنا الجميله يا جماعه، القناه بتاعتي ترفيه، قناه ترفيهيه من غنى وتمثيل واغاني واعلانات وحاجات من دي، يعني ترفيه لكل الناس. واللي عايز يا جماعه عايز حاجه مني اكتب لي في التعليقات، اللي عايز ينشر حاجه على القناه بتاعتي برضه يكتب لي على التعليقات ويكتب الواتس بتاعه عشان اتواصل معاه بيه، انا اتواصل بيه شخصيا. طبعا اهلا بيكم من الشرق الغرب الشمال الجنوب من اسيا وافريقيا وامريكا واستراليا وكندا من كل مكان في العالم. انا النهارده يا جماعه طالع بس ايه اقول لكم كده بايه بالكلام بتاعي او باللهجه المصريه بتاعتي. انا عايز اقول حاجتين او ثلاث حاجات او اربع حاجات. يعني الاول حاجه، ما تستناش الدعم من حد، اللي عايز يدعمك هيدعمك من غير ما تقول له دعمني، بس ينبهه قول له دعمني، دي أول حاجة. تاني حاجة، ما تقولش للناس مثلا أصحابك وقرايبك والكلام ده عشان قناتك تكبر، ما تقولهمش والنبي اشتركوا عندي وحياة أبوكوا ورحمة مش عارف إيه والكلام ده اشتركوا عندي، ما تتحايلش عليهم، قول له مرة واحدة اشترك عندي، ما اشتركش ما تتحايلش عليه تاني، ما تحاولش نفسك إنك بتشحت إنك يشترك أو يعمل لك لايك أو الحاجات دي. هو شخصيا مش عايز يعمل لك لايك، يعني هو اصلا في ناس كده، يعني في بعض الناس مش عايزين اساسا يعملوا لك لايك ومش عايزين يشيروا ومش عايزين يشتركوا في القناه، تمام؟ دي تاني حاجه. تالت حاجه، الناس اللي بتطلع تقول لي انت بتعمل حاجات العاب وبتاع، يا جماعه دي قناه ترفيهيه العاب وغنى وتمثيل وتحديات وكل حاجه خاصه بالترفيه الكوميديا والحاجات دي، تمام؟ رابع حاجه بقى، انا طالع اقول لكم بقى كده، طالع اصب عليكم النهارده. والحاجه الاخيره، ان النهارده انا انا من بحري، بيسموها كده في القاهره في مصر، يعني بحري مش قبل، يعني البحري بحر القاهره بتبقى المناطق هناك ساقعه تلج، تمام؟ انا اصلا من منطقه بحري، تمام؟ منطقه بحري دي المكان فيها النهارده، بص النهارده الجمعه والمكان تلج. امبارح بقى حصل موقف موقف جميل جدا، موقف ان انا كنت طالع اصور من فوق السطح خالص، التلج اللي بينزل ايه، كان في كده حبيبات كده من التلج بتنزل، وطالع اصورها للجمهور عندي واقول لهم يا جماعه شوفوا الدنيا عامله ايه عندكم. كنت طالع اقول كل واحد يكتب لي في التعليقات هل الدنيا عنده بتنطر ولا لا، وهل الجو عنده ساقعه ولا لا. فللاسف جدا المشكله ان انا وقعت من المكان اللي كنت بصور فيه من فوق السطح خالص، على اتزحلقت كده من الميه، فالحمد لله يعني هي اتسطرت. بس كنت بقى عايز اخد لكم بقى ايه بقى الدنيا دي سيلفي بقى، كنت عايز اخد الصوره سيلفي كده وانا كانت هتبقى منظري نكته، بس يا للاسف بقى ما عرفتش. المهم مش عايزين نطول على حضراتكم برده، وانا طالع اقول برده يا جماعه اللي عنده الساعه النهارده يقول في التعليقات مثلا، سواء كان من بحري او قبلي او من القاهره او بره القاهره او بره المحيط العربي بالكامل، يقول هل درجه الحراره متساويه مع درجه الحراره بتاع القاهره ام لا. ونرجع تاني ونستنى اول تعليق من احد المشاهدين، نشوف هيقول ايه بقى، نشوف المشاهدين عندي هيقولوا درجة الحرارة ساقعة ولا لأ، ودرجة الحرارة عندهم كام، سواء كان في مصر أو خارج مصر أو خارج الوطن العربي أو خارج الشرق الأوسط أو في آسيا أو في أمريكا أو في أستراليا أو في أي مكان في الكوكب، تمام؟ يطلع يقول لنا يا جماعة درجة الحرارة عندهم كام عشان نقدر نتواصل بيهم
ونقول درجة الحرارة، بس يقول على مصداقية ما يقولش أي كلام، يقول درجة الحرارة عندنا كذا، أو الجو عندنا كويس أو لأ، أو ساقع أو سخن أو دفا أو بحر أو هبو أو عاصفة أو الحاجات دي. على العموم كده أنا هطلع بس أصبح عليكم وأقول لكم النهاردة الجمعة، وأصبح عليكم وأقول لكم باي باي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ياهو!